فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسأل الميت بعد الدفن مباشرة لحديث فإنه الآن يسأل، أو بعد تولي أصحابه عنه وذهابهم عنه؟ هل إيش؟ هل يسأل الميت بعد الدفن مباشرة لما ورد في الحديث فإنه الآن يسأل، أو إنما يسأل بعد تولي أصحابه عنه لحديث وإنه ليسمع قرع نعالهم؟ يبدأ السؤال من حين يسوى عليه التراب وينتهى من دفني. يبدأ السؤال من حين ما يفرغ من دفني. نعم، والمعروف أنهم إذا انتهوا من دفني ينصرفون. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.